مرحبا يا رياضة في كل مكان، مرحبا بكم لهذا العدد الجديد من على الأولى رياضة، الحصة التي تعنى بكل الاختصاصات وبكل الرياضات. إن شاء الله اليوم كالعادة ثلاثة محاور مع ثلاثة ضيوف على امتداد تقريبا 40 دقيقة على الوطنية الأولى، وباش يكونوا محاور متنوعة بين البيسبول بين كرة السلة وبين رحلة التحدي للنادي الصفاقسي في الكونغو اللي باش نرجعوا له من خلال الكواليس. مرحبا بكم اليوم نهار 3 ديسمبر وكما اليوم. كما اليوم سنة 65 ميلاد كاتارينا فيت، لاعبة التزلج الفني الألمانية، بطلة العالم 5 مرات وبطلة أولمبية سنة 84. كما اليوم سنة 70 ميلاد كريستيان كارامبو، اللاعب الفرنسي المعروف، بطل العالم 98، 53 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، واللاعب السابق لريال مدريد. كما اليوم سنة 76 ميلاد برايون كيلر، لاعب منتخب نيوزيلندا للركبي، 57 مباراة دولية. كما اليوم سنة 85 ميلاد لاسلو سيتش، السباح المجري، بطل أولمبي في أثينا وبكين ولندن. وكما اليوم سنة 81 ميلاد المهاجم الإسباني المعروف دافيد فيا، أفضل هداف في منتخب بطل العالم، اللاعب السابق لفالنسيا البارسا واللاعب الحالي لأتلتيكو مدريد. مرحبا بكم من جديد في على الاولى رياضه، وسعداء باستقبال ضيوف اليوم كما قلنا على امتداد 40 دقيقه وفي كل الاختصاصات باش نحكيو معاهم، وسعداء باستقبال المدير الفني للجامعه التونسيه لشنو للبيسبول، لان يعني عندنا بيسبول في تونس باش نحكيو مع ديتين. مرحبا بك سي نوف القادور. وبيك ومرحبا بمتابعي الوطنيه الاولى. يعطيك الصحه. مرحبا بصديقي وزميلي عبد الخالق السعداوي الصحفي اللي كان في الكونغو مع نادي صفاقسي، وجو مبروك جاب كوب وجاي. مرحبا عبد الخالق. عاشك، مرحبا بك ربيع، ومرحبا بكل سادة المشاهدين. كوب باهية برشا. اي كوب باهية، وان بليس عندنا تصاور حلوين من الكواليس نتاع الرحلة باش نرجعوا لهم مع عبد الخالق. مرحبا بهيكل بن عمر الرئيس الحالي ولا السابق، مازلنا ما نحكيو شوية آخر ونعرفوا للنجم الراتسي. دوماج النجم الراتسي على خطى ثابتة السنين الأخرانية، وعمل إيكيب باهية برشا في كرة السلة، ورجع أمجاد اللعبة الشعبية الأولى في الضاحية الجنوبية للعاصمة في راتس، لكن أبارامون فما شوية أزمة نتاع التسيير واستقالة البيرو، باش نحكيو بأكثر تفاصيل في المحور الثالث من حصة على الأولى رياضة مع السيد هيكل بن عمر. لكن كالعادة والعادة نبدأ بصورة اليوم، واللي جينا من فان كبير برشا بميشيل بلاتيني في صور حلوة برشا، الكوليكسيونور نتاع الصور الخاصة بميشيل بلاتيني باش يدخل الجينيس بوك. علاش عادين لكم الصور هذه؟ باش تدخل للجينيس بوك أكثر من 10,000 صورة ومقال لميشيل بلاتيني، اللاعب الأسطورة الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نتوكل على بركة الله ونحكيه على المحور الأول لحصة اليوم. نحكيو على البيسبول في تونس وواقع رياضة البيسبول في تونس. نمشيو التقديم عام لهذا المحور مع رستم الشريف. رياضة البيسبول في العالم عندها شعبية كبيرة، لكن في تونس تبقى رياضة تقريبا مجهولة رغم جهود الأندية والجامعة. ما هو واقع البيسبول في بلادنا؟ ما واقع فرقنا التونسية؟ هل هناك جماهير اتبع فيها الرياضة؟ هل هناك منتخب؟ ما دور الإدارة الفنية؟ ما هي الميزانية المخصصة للرياضة الشعبية الأولى في أمريكا؟ أسئلة جاوب عليها ضيف اليوم. وشكون خير من المدير الفني للجامعة التونسية للبيسبول السيد نوف القادور باش يجاوبنا على بعض الأسئلة عن هذه الرياضة؟ احنا باش نحاولوا من خلال كل أسبوع هكا نسلطوا شوية الضوء على بعض الرياضات اللي تقريبا ميكونو في تونس واللي ما يحكيوش عليهم برشا العباد، واللي قاعدة تجاهد رغم أنها رياضة تقريبا في بعض البلدان في العالم تعتبر رياضة رقم أولى في تونس. مرحبا بك سي نوفل. وبيك عن الكرة الحلوة هذه، أرزينا الكرة في التلفزيون كشوفوها تظهر يمكن أخف شوية، ما محسوب 150 جرام الكرة هذيك. 150 جرام كرة البيسبول. الجامعة التونسية للبيسبول عندها مديدة تنشط برشا، ما يسمعوش على البيسبول في تونس، لكن حسب ما كونسلتينا السيت أوفيسيال نتاع الجامعة عندكم معناها تقريبا بيرو عنده مديدة يخدم، عندكم جمعيات، عندكم نشاطات. علاش البيسبول ماهوش معرف به في تونس؟ علاش ما يشاركش في البطولات على الأقل العربية والإفريقية سي نوفل؟ بارك الله فيك على هذا التوضيح. فيما يخص اول حاجه نحب نقول هي جامعه تونسيه للبيسبول والسوفت بول. والسوفت بول، السوفت بول هو خاص بالرياضه النسائيه. البيسبول متواجد معنا منذ 1920 في تونس.
1920 1920 100 سنه قريب 100 سنه. الجامعه تاسست عام 1983 تلقت جامعه في تونس. انطلقنا وصلنا في الثمانينات 13 فريق في تونس. من بعد ثم وقع انقطاع عندنا سنه 89 وقع تجميد الجامعه من طرف سلطه الاشراف. علاش؟ فك التجميد هذاك لسوء تصرف من طرف المسؤولين وقتها. المسؤولين السابقين. سوء تصرف مادي؟ مادي. باش في مطبوع البيسبول قداش ميزانيته باش يصير؟ قداش ميزانيته؟ لا ليبوك نحكي معناها باش يصير فيه معناها هذا قعد خلى فراغ كبير ياسر. ومع العلم ان معناها ثم احباء لهذه الرياضه وعندنا مجازين بالكدا. حاليا توا الفتره هذه معناها المكتب الجامعي وقع انتخابه 2012 الحالي الجديد اللي يرسو سي صابر جلاجله. قداش المده الانتخابيه؟ اربع سنوات. عندكم برنامج دخلتوا به؟ عندنا برنامج دخلنا به. اهم ما حاوروا مادام عرجنا هو تطوير هذه الرياضه. تطويرها يعني معناها نشرها في الجمهوريه التونسيه. اعاده بعث النوادي السابقين اللي انقطعوا اللي وقع حالهم وقت اللي دخلنا معناها ثم زوز نوادي متواجدين المؤخرتين مع الجامعه التونسيه للبيسبول والسوفت بول. حاليا توا الوقت الحاضر معناها متواجدين 8 نوادي. ثم في نادي انقطع في وسط السنه هذه والسبب معروف ككل معناها الجمعيات هي ماديات لسوء معناها التنقل وكذا ما مكانهمش الحظ معناها باش يتنقلوا. واحد 8 نوادي متواجدين عندنا 460 مجاز. بالتوازي نبداو نشوفوا بعض الصور من افضل المباريات البيسبول في الولايات المتحده باش تشوفوا قداش الشعبيه هذه عندها قداش الرياضه هذه عندها شعبيه كبيره. شوفوا الجماهير الحاضره وشوفوا الشو اللي قاعد يصير. هذاك حبينا نعملوا مقارنه صغيره بين تونس والولايات المتحده ولو ان المقارنه لا تجوز. قل لي خلينا نبداو نحكيوا توا فما بطوله تاع بيسبول في تونس؟ ثم بطوله تاع بيسبول اللي عندكم قسم واحد ما عندكمش قسم اول وثاني؟ قسم واحد برك. احنا قسم رياضه هي رياضه صيفيه ما نلعبوش كان نلعبوا كان في الصيف ما نجموش نلعبوا في الشتاء. ونشوفوا هاك الكره هي اللي تنجم تقول لكم كل شيء خاطر في الشتاء هذيك الجلد هذاك يتحل ما عادش تنجم تمشي واللي فيه هي الكره. في العالم كيفاش يلعبوا في الشتاء عندهم ما يلعبوش في الشتاء ما يلعبوش جمع في الشتاء واحد وهما عندهم الامكانيات كل رميه بكره. الكره قداش تسوى هذه؟ هذيك 5 قرو 10000 كل رميه كل رميه ب 10000 كل رميه كره وتو تشوفوا حتى بالدينار تو بالدينار معناها في مباراة نتاع بيسبول لازم 16 كره 17 كره 320000 عندنا بطولة واحدة يعني فما رمز بطولة يقع منحو الفريق. شكون بطل تونس تو في البيسبول؟ بطل تونس تو في البيسبول هو الجمعية الموج الرياضي للبيسبول والسوفت بول برجيش ولاية المهدي. هو اللي تحصل على البطولة سنة 2013 في الصنف الأكبر. بالنسبة للصنف الأصغر اللي تحصل على البطولة هو سبورتينغ بنعروس. المتحصل على الكأس هي الجمعية الرياضية بمنزرت. بالنسبه للسوفت بول اللي هي الفتيات جمعيه الموج الرياضي للبيسبول والسوفت بول برجيش وتحصل على الثنائي. فما سيطره في الرجيش على فما غرام كبير في المهديه غرام كبير في المهديه بما انهم بنات معناها تبارك الله وكانوا سابقا معناها يلعبوا في لعبه كره اليد معناها تتقارب مع انهم قوه ومعناها جسديه وكذا. والرياضه دي تتطلب ذهن تتطلب قوه دقه. لهذا السبب معناها من هذا الاسباب معناها اللي متحصلين على الثنائي. قل لي سي نوفر عندنا منتخب وطني تونسي عندنا منتخب وطني تونسي الصغر وعندنا منتخب وطني للاوسط. اكابر ما عندناش خاطر وقت اللي خدينا عملنا استراتيجيه في وقت اللي خدينا عملنا السنه الفارطه حطينا معناها باش نبداو نتدرجوا بشوي بشوي نحيو الاكابر خاطر معناها واحد ونبداو نطلعوا بالصغار ونمشيو باش نجموا نمارسوا ونجموا نتبعوا الحدث ونبنيوا على قاعده صحيحه خاطر المشكله في الجامعه هذه قلت لك صاروا لي ريبتور هذوما الانقطاعات ما نحبوش نحب اعاده البناء صعيب ياسر حبينا نبنيوا من طريقه صحيحه طريقه قاعديه بدينا عندنا الصغار وعندنا مدارس فيدراليه وعندنا وليدات معناها 2001 و2002 و2000
معناها اولاد قاعدين نكونوا فيهم صغار بالكدا بالكدا ونحاولوا باش نوصلوهم هما وان شاء الله يكونوا مستقبل تونس في البيسبول الصفر. كل سيناف المدربين اللي يشرفوا على الانديه التونسيه وين يقع تكوينهم؟ وين قاعدين يتعلموا في لي زابي سي نتاع البيسبول؟ بما انها رياضه ما عندهاش شعبيه كبيره في تونس، وين قاعدين يتكونوا؟ قاعدين يتكونوا في تونس صحيح، معناها قاعدين يجونا ساعات امريكان هما اللي علمونا بون. تو المدربين فما بورتوريكو وبنما وكل زاد هذوما مغرومين برشا، مغرومين اليابان زاد اليابان معروفه وياه كذا. بون حاليا اغلبيه معناها نقول لك 90% من الاطار الفني المتواجدين في تونس معناها المدربين كلهم لاعبين سابقين، معناها عندهم الفكره تونس سابقين لعبوا رياضه البيسبول مارسوها عارفين تعدوا بالمراحل عدوا التربصات نتاعهم وان شاء الله. ثم حاليا في شهر ديسمبر ثم التربص المرحله الثانيه المرحله التطبيقيه للدرجه الاولى عقود اخرين معناها باش يتعداو. قول لي سي نوفل، فماش استراتيجيه باش تنشروا اللعبه هذه في تونس باش تعرفوا بها؟ لانها هي فرجويه راهو صحيح بالنسبه للملاعب راهو صعيب برشا باش تعمل ملاعب نتاع بيسبول وفيهم هيكله خاصه ومقاسات خاصه وسبايس لازم يكون كبير شويه، لكن فما استراتيجيه قاعدين تخدموا بها باش تعملوا بروموسيون للرياضه هذه في تونس؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، وين مركزه اكثر رياضه البيسبول؟ شنو هما البلايص اللي فيهم اكثر شعبيه؟ وين سنتراليزي اكثر اللعبه هذه؟ نبدا لك وين سنتراليزي ساعه اكثر شعبيه هي اللي تعرفت بها من اول معناها من بعثه الجامعه التونسيه، هي موجوده في جهه بنزرت. تجربة كل القلب النبض معناها في بنزرت، وصلنا 5 فرق في بنزرت في الثمانينات، توا حاليا متواجدين 2 فرق وان شاء الله الفريق الثالث باش عن قريب معناها باش ينخرط معنا، هي جمعية المثليين في المثليين باش يتم بعث. عندنا 2 فرق في ولاية بن عروس، بن عروس ومرناك، عندنا في جهة الكيف، عندنا في المهدية، عندنا في صفاقس، ولكن احنا استراتيجية وقع تقسيم الجمهورية التونسية باش ناخذوا واحد، باش ناخذوا معناها أماكن معينة باش كل ديما باش نقصوا عبء التنقل للجمعيات وهذاك المشكل. يتكلف شوية فلوس. يتكلف فيها. تطورنا مع كوزارة الشباب والرياضة معناها قدمتنا، خاطر احنا الهدف نتاعنا هو تطوير هذه الرياضة. وفي التطوير معناها هو التيتر 3 معناها بارك الله فيهم مدير الهياكل واحد وكذا، احنا قاعدين نقوموا معناها قاعدين كما سنا معناها عملنا القيام بايام مفتوحه بالتنسيق مع المندوبيات، قاعد نخدم مع المندوبيات الجهويه، قاعدين نخدموا معناها مع اساتذه التربيه البدنيه خاطر هما اللي عندهم بيداغوجيا متكونين معناها جوست معناها فنيا خاطر هي رياضه ماهوش معروفه واحد وكذا، قاعدين خساره هي راهو فيها شو كبير. فيها شو كبير. عملونا مثلا عملونا دور نهائي عام الجاي مثلا في ملعب باهي وكذا، وبعدين عبد الخالق مسؤول في الرياضه هو سي الحبيب العجيمي، علاش لا نعملوا اون بريمير ونعديوا البيسبول حتى التشجيع منهم لانها فرجويه بالكدا. احنا زاد لازمنا ندربوا معناها خاطر يظهر لي التصوير فيها اخراج معين. اخراج تصوير معناها يظل لي معناها حاجه خاصه لازم احنا زيد. صحيح صحيح حاجه خاصه. انا ولاد التلفزه ما يصعب عليهم حتى شيء. لا واحنا عملنا راهو عملنا ريبورتاج، كنا التلفزه الوحيده في سبور ماج اللي جيناكم عملنا تحقيق على الدور النهائي معنا حتى مسيه بالعكس احنا التلفزه الوطنيه لهنا. هذاك نحبوا احنا معناها مرفق عام نصوروا الناس الكل لو جوج لثار احنا لهنا باش نخدموا الرياضه للرياضه ونجموا نلقى ونخدموا السبور اون بروفوندور معناها نحبوا نمشيو اكثر للرياضه الاعماق، الرياضات اللي مش معروفه، الرياضات الفرديه. هذا شخصيا توجه مني انا وكذلك من مصلحه الرياضه. خلينا نمشيو نحكيو الان على البنيه الله يرحمها اللي توفيت وحيد عبد السلام. كنا الجمعه اللي فاتت كان بحثنا دكتور المنتخب الوطني التونسي لكره القدم سي الشام اللي كان هنا حكينا على ظروف وفاتها الله يرحمها. احنا تحولنا الى مقر سكنه الفقيده وتحاورنا مع العائله نتاعها، كان موجود حافظ طرابلسي، عماد الاجري في التصوير، تركيب لعبد اللطيف معطوق والاكساء لعمر مركب، وهذا الروبورتاج المؤثر نوعا ما. تلعب تجري مثلا جابتها من عدو الريفي، كانت تجري كل غزال كل غزال، تخوتها اكبر منها ما شاء الله عليهم، تضر في الجمعيه نتاعها انه ما يضيعش حقها خلاص، لاننا
فقير الحال وما عنديش، وثمانية في العائلة ولا تسعة، ننظر بالجماعة الجمعية أنهم يعاونوني والجامعة والمسؤولين الكل. بنتي راه كنت تجري كيكاك، انا ما واضح لي لا مال لا فلوس لا حتى شيء، كان ربي سبحانه هزها لي، ما واضح ليش حتى شيء، يقول لك مال ولا فلوس ولا دنيا ولا حاجه، ما واضح لي حتى شيء. ركبتي كان عاونوني هدي ربي عاونونا، ما عاونوش عند ربي خير. انا بنتي راهي مشت كجمعية مع الناس على خاطر معناتها ما عندناش الدعم الكافي ان باش نخدموا معنا انفيرمي سبيسياليزي ولا ميدسان باش يعملنا ديبلاسمون. كنا مشتركين من معناتها كوميسار نتاع الاربيتر، من الاربيتر نورمالمون الاربيتر انا حسب معناتها ما نعرف في الفوت ونعرف القانون، معناتها ممنوع منع بات انك باش تزفر كاربيتر تطلب الحمايه المدنيه وتطلب معناتها الشرطه. هي طلبت معناتها نورمالمون نبدو المد ساعه معناتها بريس 40 مينوت ولا 45 مينوت، طلبت الامن حمت روحها وما حمتش البناتنا معناتها اللعبات. وانا عطيتها مثال قلت لها تخيلي مدام انت تجري فاستهم جاك شويه نتاع سكر، عطيناك السكر وطلع بالقوي، اشنو هو ترى طلع لك كيما هبط كيما طلع، شنو باش يصير لك؟ الحكمة تتحمل مسؤولية زادة، الحكمة نتاع المباراة تتحمل مسؤولية ومسؤولية كبيرة زادة. أول حاجة أنا معناها عطت لوتوريزاسيون تاع باش نلعبوا المقابلة من غير حضور الحماية. غير حضور الحمايه معناها كانت هي معناها ريسبونسابل الاول اللي يلزم يكون الحمايه موجوده وكل شيء. الله يرحمها وينعمها وان شاء الله لفته من سلطه الاشراف ولا من الانديه ولا من كامل المشرفين على الرياضه التونسيه ولا الرياضه النسائيه، لعائله الفاكريده وحيده عبد السلام ان شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها. نمشي ونحكيو الان على المحور الثاني باش نحكيو على كاس افريقيا وعلى تتويج النادي الصفاقسي بكاس الكاف. نمشيو للمحور الثاني. باش نحكيو على تتويج النادي الصفاقسي ورحلة التحدي للكونغو، وشكون ينجم يحكي لنا خير من الصحفي اللي كان موجود في الكونغو مع النادي الصفاقسي زميلنا عبد الخالق السعداوي. نعاود نرحب بك. مرحبا بك ربيع، مرحبا بكل السادة المشاهدين مرة أخرى. رحلة متعبة والحقيقة هي رحلة نجم نقولوا مخيفة قبل ما نوصل لبومباتش، لأنه خاصة أنه الأخبار تحكي حتى قبل ما تسافروا باش يعملوا شحن، هاو باش يعملوا لا موجود هو الشحن، ضغط على البعثة الإعلامية هاو غيره. معناها تقريبا منذ بداية الرحلة عبد الخالق كان توتر على الفريق وعلى حتى على الصحفيين اللي سافروا. هذا هو معناها الناس الحقيقة وقت اللي مشينا معناها كان التوتر واضح معناها على الكل، على الفريق على الهيئة المديرة وحتى على الإعلاميين، على اعتبار أنه كما نعرف أنه برش حاجات معناها سابقة صارت في مدينة البومباتش مع فريق تي بي مازيمبي، لأنه تي بي مازيمبي بالنسبة لهم هما أي نتيجة غير لا أي لقب يدخل غادي ما يزموش يخرج معناها هكاك كيفاش يخموا معناها توتر كبير برشا. وقت اللي وصلنا غاديك كان مش كان فما كنت فما عملية نتاع تجيش معناها ومنهجة واضحة. أنا حضرت لنا صور عبد الخالق نتاع التجيش، حتى صورت التلفزيون نتاعهم أنت عبد الخالق كيفاش طريقة التجيش اللي صارت في الكونغو والشحن نتاع الجماهير، والحمد لله الجماهير من بعد التزمت الهدوء والروح الرياضية، لكن شفتوا الأجواء ما تفجع من الأولى. هذه صور نتاع لوبوبو معناها جماهير لوبوبو اليوم المباراة كانت تهز في السيركوي هذاك قدامها
وعليه اللون الاسود والابيض نتاع فريق مازيمبي. والملاعبيه شافوا المشاهد هذو ولا كانتوما لا لا الاطفال؟ والحمد لله شافوا الحقيقه كانوا عليها بعد نزل الملاعبيه كان بعيد برشا على الاجواء في البلاد وكل شيء. هذا مركب تي بي مازيمبي ملعب جديد نتاعهم وتجهيزات عصريه تجهيزات كبيره برشا فريق نوار ولا بالنسبه صدقني ربيع للملعب هذا معناها ابار ملعب رادس والا اقل شويه المنزه اخيرا برشا ملاعب موجوده في تونس الكل كاليتي نتاع تي بي مازيمبي طيبه عش العشب هذا معناها من الجيل الخامس وتي بي مازيمبي راه ماهوش معناها فريق قوي كان على الميدان قوي زاده معناها بالاداره العصريه الموجوده عنده وايضا امور تنظيميه وبالفلوس اللي قاعد يحط فيها مويز معناها رئيس النادي هذا لكن مش قاعد يحط في الفلوس كما جات معناها قاعد يهيكل في الفريق هذا الكل معناها وعطاها سيت اخر. هو الصور نتاع التلفزيون هذه زوجة مويز وفي الاسبوع هذاك الكل شوف معناها الناس الكل زوجته هو والموجودين الكل هكا تحكي مع المدرب الحقيقه اللي انا قعدت بيت معناها هذه صور من التلفزيون الكونغولي هذا اللي كان موجود معاه ستار مسعود اللي هو تونسي وهو يشرف على الفريق الطبي الكل تي بي مازيمبي غاديك التونسي موجود غاديك هذا شي قاعدين يعديه تونسي يمشي الكونغو يقول لي خالص مليح تصور بالطبيعه تصور رئيس مخلص لا بالطبيعه هو الحقيقه ايتار نفتخروا به برشا برشا وتحيه لي ستار مسعود معناها كما قلت لك مرته هي اللي زارت الفريق وتحكي مع المدرب الله اعلم تفهم في الفوتبول برشا ما تفهمش شوف معناها مويز هذا اللي قام به حتى قبل مباراه نادي صفاقسي ديما يعمل دوره حول الميدان عاده يا ولد عاده كبيره معناها هو باش يشحن الجماهير في الميدان هذا هذه قبل بنهار مشاو للانجليز نتاعهم غاديكا هم موجودين معناها اديو في الطقوس على اعتبار انهم هم مسيحيين وكانوا معناها عطا حتى كلمه هو ما معناها تشجيع عليهم هم أي البابا البابا نتاع الانجليز نتاعهم هما هذه الجماهير هذوما الجماهير التونسية اللي تحاول غاديك تحية كبيرة برشا لها ربيع لأن الحقيقة تقريبا اللي تحاولوا فما 50 60 معناها تحاولوا معناها دير هذه الصفاقسي هما بيدهم حبوا يكتشفوا معناها هذه لوبومباتشي تي بي مازيمبي اللي أصبح لغز الحقيقة بالنسبة للأندية نتاع شمال أفريقيا أندية تونس مصر المغرب الجزائر معناها فريق قوي برشا على المستوى الكروي وأيضا حتى المستوى التنظيمي والمادي فوالا أو على المستوى نتاع الهيكل نتاع الفريق هذا هذوما صور عبد الخالق للتتويج من بعد المباراة هذه الفرحة وقبل المباراة هكا عدينا صور نتاع جماهير مازيمبي احنا وصلنا غاديكا ثلاثة سوايع قبل المباراة الملعب كله تعبى الناس الكل معناها الجماهير الموجودة غاديكا جماهير تي بي مازيمبي الكل لابسة المراية والكحلة والبيضة معناها الألوان المميزة لفريق تي بي مازيمبي والجماهير هذه متعلقة برشا بفريقها تعلق غير عادي معناها والتشجيع نتاعهم تشجيع غير عادي وثم حاجة تشجيع أجريسيف زادة معناها هما يدزوا مع الفريق نتاعهم في المباراة الدرجة تنجم ساعات تفوت الحدود شوية والله تفوت الحدود باش نكونوا واضحين ومعناها لا ما صارش دي بورمون لا ما صارش الحقيقة باش نكونوا أمانية معناها مع احنا كنا موجودين غاديكا كما قلت لك صحيح معناها يبداو يشجعوا عندهم معناها غنيت خاصة بهم وعندهم طريقة معناها كيفاش يضغطوا على المنافس خاصة والأهداف الزوز اللي قبلهم من النادي الرياضي صفاقسي معناها في توقيت أقل من 20 دقيقة وش يرجع وقتها لا ولا خاطر وقتها الناس الكل بالحق خفنا على النادي صفاقسي احنا موجودين وفي ستاد نتاعهم وفي بلاش بعد ربع ساعة ولا أربع دراج تقريبا احنا موجودين قوة شخصية كبيرة كانت للوفد نتاع النادي صفاقسي للملاعبية وحتى للوفد الإعلامي في وسط الخضم لا احنا موجودين في وسط الجماهير ما عملنا حتى شيء أما لك الوقت اللي تمركي تي بي مازيمبي يجي هنا لفتوا لكم اي لفتوا لنا يكلمونا بالطبيعه هم وقت اللي يتسجل الهدف الثاني بداوا وقت يحكيوا على ثلاثه ولا اربعه لانه اسبوع كامل في معناها في وسائل الاعلام وكل لا في وسائل الاعلام وحتى في البلاد كي نهبطوا كل شيء معناها عندهم حركه يقوموا بها معناها تعني معناها ذبح واربعه وخمسه وغيره الحقيقة معناها احنا الفريق الاعلامي ليلة المباراة يمكن ليلة المباراة بالحق معناها احنا بيدنا اثر فينا معناها الطباج ميدياتيك شبيك معناها راهو صحيح هذه القناة مالكها مويز هو مويز يملك كل شيء غاديك معناها يملك هو ناقص لا يملك البلاد الكل معناها انت كتشوف معناها مش عليكم مثال بسيط معناها حاشاكم بوبيلا معناها موجودة في وسط البومباتش مكتوب عليها دون دو مويز معناها كل شيء هذه ابسط حاجه معناها كل المنشات العموميه ولا كل تجهيزات تلقى عليها مكتوب دون دو مويز معناها هو يعطي في الهبات لوبومباتشي معناها المدينه نتاعو اللي
معناها ينتمي لها فريق تي بي مازيمبي. لو كان نحكيو معناها كرويا النادي رياضي صفاقسي راهو ربما فما بعض الناس ما كانتش متفائله وقت اللي هو قبل زوز اهداف، لكن زوز اهداف هذوما كان عندهم 50% نسبه للجماهير اللي دزت مع فريق هذايا تي بي مازيمبي. الضغط نتاع 20 دقيقه هو لو كان معناها جاو الاهداف مبكره شويه نقول لك يمكن ربما يتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث، لكن النادي صفاقسي من بعدك 20 دقيقه الحقيقه راهو شوف اي لاعب ولا حتى نحن معناها ما سبقناش تتفرج معناها تتفرج وتخاف معناها والضغط كبير غير عاديين. والملعب على الطريقه الانجليزيه معناها نجم نقولوا فما اربع خمسه قريب برشا معناها للميدان مع الدوره العاديه نتاع مويز معناها اللي يهبط قبل المباراه يعمل كيكس ريتويل ولا هذيك ولا عاده هذا هو دخل معناها تي بي مازيمبي. لكن من بعد كروين النادي الصفاقسي كان الحقيقه ذكي برشا 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 استاهل الكاس هذيا والصبر الصبر كبير برشا معناها الصبر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي انه ما يقبلش وفي نفس الوقت يلوج وقتاش يلقى معناها الثغره باش يسجل. ثم حاجه اخرى ربما ما تحدثوش عليها العباد برشا برشا في خضم النهائي هذايا والتتويج نتاع النادي الرياضي الصفاقسي هو الحكام اللي الحقيقه انا شكيت شوي لانه انا شفت صوره قدامي الحكم خارج قبل المباراه بعد ما مشى للميدان خارج معناها كان ربما يتفاعل مع جماهير تي بي مازيمبي بيديه هكا يعملوا معناها كاني به هو معني الاخير انا وقتها خفت قلت معناها امبوسيبل النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كان نجم يروح اذا الحكم يولي لكن فخر الدين بن يوسف الروج معناها تحيه كبيره برشا حب تحيه كبيره برشا معناها فخر الدين بن يوسف كل ملاعبيه وخاصه رامي جريدي زاد اللي هو بطل اللقاء هذا وهما كلهم كانوا ابطال منحوا النادي الرياضي الصفاقسي وتونس لقب في حاجه كبيره برشا ليه خاصه الشعب التونسي اللي لوش في فرحه ولقاها نهار السبت اللي فات وبالتاكيد انا كنت غاديك موجوده مرة الاجواء كانت كبيره برشا برشا وخاصه حتى في صفاقس ربيع وقت اللي طبيعي شفنا في الحد الرياضي معناها ذكرتني تتويجات كبيره برشا معناها نتاع المنتخب الوطني التونسي والا وصول النهائي عام 96 والا فوز الترجي بكاس رابطه الابطال الافريقيه معناها الحقيقه هكا معناها جرعه باهيه للشعب التونسي للرياضه التونسيه وجرعه فرح وامل للشعب التونسي خاصه وانه السي اس اس بالحق من الانديه اللي تقريبا صاير عليها اجماع ومحبوبه من كامل مويز ان شاء الله ما يعملش ريزيرف على نادي باش نحكيو على المحور الثالث بعد شويه بن عمر والازمه في راس لكن نمشيو نعملوا ترتيحه مع الزابينغ وبعد نرجعوا نحكيو على ازمه النجم الراسي. زابينغ اليوم نبداوه باهداف الاسبوع اهداف عالميه. هدف الأسبوع ضد مرماه مدافع سوشو. والآن شوية متعة للعينين هدف السنة. هذا حارس مرمى عتبة. هذا حارس مرمى بهلول. هذه الأصل وهذه التقليد. سر نجاح ملاعبية الان بي اي نالبانديان تنس راهو برد دمك. في مدريد على الصباح كادو لكل ملاعبي سيارة، احنا الصباح كادواتنا فاتورة الضوء. باش تتعلموا تخليوا صغاركم في الدار.
حيث نظم أمس مرصد حماية البيئة والمآثر الثلج. يا ولدي البرازيل أم الكرة زايد. وهبي الخزري يأكد مرة أخرى أنه ما عندوش بلاصة في المنتخب. إعلام العار. أخيرا بعد 4 أشهر في مارسيليا خليفة يسجل أول هدف. كان هذا زابينغ الأولى بتركيب لزميلنا عمر مالك. نمشي ونحكيه الآن على المحور الثالث. قبل ما نحكيه مع سيد هيكل بن عمر عندك شكر عبد الخالق. عندي شكر زميلنا أحمد الخضري المصور اللي كان موجود معنا غديك الحقيقة معنا يتعب برشا باش جبنا برشا تصور وكان متعاون جدا على غرار كل المصورين في التلفزيون التونسية. الصور هذه اللي كنا شفناها راهو اغلبها ما شفناهاش في الاحد الرياضي يعني تلموا ريش معناها ثري برشا الروبورتاج اللي معناها نجم نوزعوه حتى على ثلاثه حتى حصص. هذا هو معناها الشكر لزميلنا احمد الخضري المصور اللي مشى معنا للكونغو. نمشيو تقديم للمحور نتاعنا الثالث ازمه النجم الراتي لكره السله مع رستم الشريف. بعد سنوات عجاف رجعت النكهه لرياضه كره السله في رادس. النجم الراتسي في المواسم الأخيرة بنى فريق ممتاز وقام بانتدابات كبيرة ولعب أدوار نهائية. الكل انتظر مواصلة العمل الجيد في فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة، لكن الأيام الأخيرة حملت أخبار غير سارة لأحباء هذا الفريق، منها استقالة جماعية ومفاجأة لكامل الهيئة المديرة للفريق في مرحلة حساسة من البطولة. أسباب هذه المشاكل وأسباب الاستقالة نعرفوها اليوم مع ضيف البرنامج. ضيف البرنامج هو الرئيس السابق الحالي السابق للنجم الراتسي سيد هيكل بن عمر. سعداء باستقبالك. مرحبا بك. عملي وجيتني في سبار ماغ في ظروف خير من هكا باش تحكي على نجاحات النجم الراتسي تقريبا بعد 7-8 أشهر. رجعت بحثي باش نحكيو الان على الازمه في النجم الراتسي. شنو تبدل بين فريق نجح باش يرجع النكهه نتاع كره السله في الضاحيه الجنوبيه للعاصمه في رادس، ونعرف الشغف الكبير اللي تتميز به كره السله في النجم الراتسي وجماهير رادس. عملوا الدور النهائي البطوله المغاربيه، ادوار نهائيه في العامين الاخرى في الكاس تونس، في النصف النهائي ضد الملعب النابلي في البطوله. تقريبا معناها بعد هذا الكل سناء وقت اللي كنا نستناو النجم الراتسي سي هيكل باش يزيد يقدم خطوه اكثر نحو التتويجات، خاصه انكم قمتوا بانتدابات طيبه عمناول قدور وغيرهم. نلقاوكم سناء تعانيوا من ازمه نتاع التسيير واستقاله جماعيه كامله لكامل المكتب نتاع النجم الراتسي. بارك الله فيك ربيع ومرحبا بجميع المشاهدين والجمهور الرياضي وتحيه للجمهور رادس. هو في الحقيقة فما الناحية الرياضية اللي فيها النتائج بتاع الفريق، وفما الناحية الإدارية وموضوع الاستقالة. نبدأ بالناحية الرياضية. الفريق بدأ الموسم صعوبات، تغيير مدرب جديد اللي هو وليد الغربي كان في منتخب الفتيات، الرحيل بتاع مختار غيازة اللي مشى محترف في قطر مشى على 6 أشهر. فورلي نجم يعاود تسترجعوه، نجم نعاودو نسترجعوه اذا كان يوفى البطوله القطريه توفى. اصابه لزوز لاعبين معناها دوليين اللي هما امين المغربي وماهر السوابني بداوا معناها الموسم مخر، خلاتنا دينا الموسم بصعوبات شويه في اول موسم. عدم النجاح نتاع الاجنبي الاول اللي جبناه تعويضه باجنبي اخر سربي، السربي الاولاني وحتى الثاني معناها الاولاني من مونتينيغرو والثاني من سربيا. خلاتنا بدينا الموسم صعوبات، من بعد عملنا سلسلة من الانتصارات. صحيح الفريق ما قدمش عروض كبيرة لكن يمشي وحسيناه يمشي ويتحسن. برشا إصابات الحقيقة زادة في الفريق، كل مرة يتغيب لاعب ما فماش لحمة تكونت، وتو قاعد يتحسن الفريق. وإحنا إن شاء الله خسرنا الحقيقة الماتش الأخراني مع المنازه،
وكانت عثره فيها عده عوامل نفسيه وعوامل الاشاره غدوه مباراه كبيره مع سيكولوجيه اي صحيح. وعندنا غدوه مباراه قويه مع حكويت معناها منافس تقليدي في كره السله ما بين في كره السله التونسيه واحنا عندنا زاد التحضير تو البطوله الافريقيه اللي باش تدور في 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 سوسه واللي النجم الراتسي معناها مترشح لها معناها دون اللاعب لان الدوره التمهيديه اللي احنا كنا باش نشاركوا فيها ما صارتش في ليبيا لاسباب امنيه واحنا عندنا الحق بما ان الثانيه عملناها ونحن في البطوله تحصلنا على نهائي البطوله وكنا الثانيين باش نشاركوا في البطوله الافريقيه اللي باش تدور في سوسه قبيله قلت باش تكون نهائي عملناه نهائي بطوله وباش تكون اول مره في تاريخ رادس نشاركوا في البطوله الافريقيه خاطر رادس ما شاركتش في البطوله الافريقيه او بعض الصور كذلك من الاجواء اللي رجعت في رادس بمناسبة مباراة مثنس في النهائي ضد الملعب النابلي ولا بعد شوية بشوفوا صور من الدور النهائي للبطولة المغاربية معناها الجمهور اللي برا أكثر من اللي الداخل صحيح. على هذاك احنا يمكن تألمنا شوية كي سمعنا اللي فما أزمة في رادس لكن خطرنا محتاجين نفرحوا كي ترجع توا حلق الواد نفرحوا كي الإفريقي والنجم يوصلوا للتألق نحزنوا شوية للملعب النابلي وضعيته لكن ما نجمش نفهم أنه النجم الراتسي بعد هذا الكل ينجم تصير له أزمة نتاع التسيير بعد النجاحات هذه الكل وين المشكلة خلينا ندخلوا في لب الموضوع شنو السبب الرئيسي والأول والمباشر اللي خليك أنت والإدارة الكل تستقيل هو الفريق الكابر هو الفترينة هو كما قاعة العرض لكن وراه فما 800 مجاز في النجم الراتسي احنا تعرف اللي النادي متاعنا 800 مجاز في أربع أصناف منهم تقريبا ما بين أكاديمية كرة السلة فيها 190 وعندنا تقريبا 120 ولا 130 مجاز في كرة السلة معناها فرع تبارك الله أكثر من 300 الفريق هذا مثلا ميزانية النادي تعدات من 211 مليون حتى 738 عمناو معناها الميزانية أكثر من ثلاثة مرات ونص والهيئة المديرة هذه المنتخبة في 2011 معناها خدمة عامين ونص باش تطور في الشبان في جميع الفروع والفترينا اللي هي كرة السلة معناها طعمة الفريق وانتدابات ومدربين قيمين وطرب هذا كنا فوسي هيك هذا اللي خليكم تعملوا استقالة احنا جماعية من عامين ونص من عامين ونص عامين ونص واحنا نلقاو في نفس الصعوبات نفس فلوس. الصعوبات فلوس معناها فما فلوس وفما صعوبات في التجهيزات تعرف اللي احنا مثلا القاعة نتاعنا من عندنا ثلاثة رياضات نتاع داخل القاعة كرة يد كرة طائرة وكرة سلة شيمينو في رادس والسيغاس في رادس وعندنا فريق نتاع فوتسال في رادس معناها القاعه وعندنا فرق نتاع تعاطي رياضه معناها نتاع سبوري ترافاي اللي يتمرنوا في رادس الشبان نتاعنا كلهم ما ينجموا يتمرنوا كان في البلانير هذا يخليكم على التربيه لا مش كان هذا مش كان هذا هذا مشاكل هذه مستمره وصعوبه التواصل خاصة مع المسؤولين خاطر المشاكل هذوما اللي احنا نعيشوا فيهم حاولنا نطرحوهم على المسؤولين المحليين والجهويين مع في عدة أحيان ما نجموش نتواصلوا معهم ما نجموش قالوا لي عملتوا أخيرا جلسة هذولي مع السيد الوالي أي قابلنا اليوم ما أثمرت حتى شيء اليوم الحقيقة احنا الأسبوع اللي فات قدمنا الاستقالة نتاعنا لعدة مشاكل مادية ولوجستية برشا من جيبك سي هيكل هذاك اللي خلاك لا 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 مش بصفة شخصية كل هيئة المديرة وعدة مدعمين اللي نشكروهم الأصدقاء اللي يحبوا النجم الراتسي اللي سبقوا وعطاوا النجم الراتسي نجم نقول لك وأنا شخصيا ماني إلا مساهم المساهمين احنا قدمنا استقالة الأسبوع اللي فات واليوم استقبلنا السيد الوالي الحقيقة كان 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 متفهم المشاكل اللي نعيشوا فيها المشاكل اللي موجودة في التواصل مع الهيئات الرياضية في مدينة رادس المشاكل المادية اللي يعاني منها الفريق اللي قادم على مشاركه في بطوله افريقيا اللي عنده متخلدات وعنده اشياء وكان متفهم والحقيقه كان لقاء احنا شفناه ايجابي وهو وعدنا باش الاسبوع هذا باش يتحرك شكون تو يسير في رادس سي هيك والله احنا مازلنا نسيروا في الاعمال مازلنا نسيروا في الاعمال حتى استقالتك لشكون اعطيتها احنا رفضها الوالي الجهة. احنا الوالي رفضها الحقيقه رفضها الوالي وقال ما نقبلهاش والمشاكل نتاعكم الكل راهو نجموا نحلوهم وقال اعطيوني معناها اسبوع اللي احنا باش تشوفوا معناها بوادر حسن النيه ونتصوروا من اللي شفناه بالضبط هيكل تو باش نجموا نلخصوا معناها الوضعيه شنو اللي تنجم تستناه من سلطات الاشراف باش ما نشخصش الامور في الوالي شنو اللي تنجم تستناه باش يخليك تكمل في رادس وشنو اللي اذا ماكش باش تلقاه باش تشد صحيح في الاستقاله نتاعك باش المستثمرين ولا المدعمين ولا سلطات الاشراف يعرفوا شنو ناقص في رادس لانه بالحق راهو مش ساهل انه هيئه كامله راهو تستقيل وفي فريق يلعب على الادوار الاولى وماشي لكاس افريقيا باش يلعب كاس افريقيا معناها ثلاثه حاجات
أول شيء تسهيلات في التجهيزات الرياضية اللي احنا توا صعيبة ياسر في رادس من غير ما ندخل في التفاصيل. التسريع في تعشيب الملعب اللي الأشغال متاعه متأخرة وفرع كامل في كرة القدم ما نجمش يتمر، قاعدين معناها في بطحة يترنا. وثالث شيء معناها مساعدة مادية من السلطة الجهوية خاصة في الظرف هذا اللي بيشاركوا في بطولة افريقيا. قالوا لي حتى انت هيك ساعات تبدا عندك حتى عملتي دكتور ما شاء الله عليك، عندك حتى تخلي ساعات بعض العمليات الجراحية وتمشي لرادس. صحيح. احنا نضحين، نجم نفهموا اللي ضحيت بالفلوس، اما لو حتى كل مريض هذاك هي مسؤولية الكرة هي العملية. هي مسؤولية، هي تحمل مسؤولية مو سهل. واحنا اذا كان من واجبنا باش نأطروا الشبان نتاعنا ونعملوا منهم دو ميور سيتويان، مواطنين يكونوا افضل في المستقبل، حتى ما يكونوش رياضيين افضل، يكونوا مواطنين افضل، هذاك النجاح نتاعنا. النجاح نتاعنا هو ان نأطروا 800 بالكدا. نعطيك للعلم احنا اللاعبين نتاعنا في جميع الاصناف وجميع الفروع يداويو في الكلينيك بلاش على حساب معناها المسؤولين. حسابك انت. ثاني شيء احنا عندنا مثلا حتى فورفي ما عملنا في عامين ونص، حتى فرع في حتى صنف ما عمل فورفي. وين كانت القرعه يا كوب يا شامبيونا نمشيو نلعبوا ونشاركوا ونتنقلوا بمعناها هذيه راهو يتسمى انجاز كبير ياسر في جمعيه امكانياتها كانت محدوده ياسر. رادس وتوا صحيح الظروف الاقتصاديه صعيبه تصعب علينا، لكن عندنا خاصه مشاكل لوجستيه اللي خلاتنا احنا تفاقمت لين قدمنا السيف. وفي توقيت البرنامج في 10 ثواني الماس سالاريال معناها الشهري مجمعة في رادس قداش عندكم؟ نادي كامل. نادي كامل تقريبا في 60,000 دينار، يعني في عام تقريبا 800 مليون. قداش دخلوا في العام فلوس؟ احنا عام ناول صرفنا 738 ودخلنا 640، فما تقريبا 100,000 دينار تبرع من المسؤولين. تبرع من المسؤول عجز اللي ان شاء الله تلقاو حل. احنا لهنا في المنبر نتاعنا على الولا رياضه نستقبلوا كل المسؤولين وكل الرياضيين باش يكون لهنا باب باش نخدموا على روحنا كاعلام ونوصلوا صوت الانديه الكل في الرياضات الكل. ان شاء الله تلقاو حل للمشكل نتاعكم. مشكور على زيارتك لينا سي هيكل، مشكور سي نوفل، وان شاء الله تنشروا لنا اكثر البيسبول لانه فيها برشا شو، فيها برشا متعه وفرشه. عبد الخالق ان شاء الله في السفره الجايه تجيب لنا كوب دافريك اخرى. ها لا السفره الجايه عاد يمشي واحد اخر يجيب لنا. المهم يكون مبروك على الرياضة التونسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإن شاء الله نتلقاو يوم الثلاثاء القادم. صباح الخير.